ايه رأيك في سوق التحليل الرياضي دلوقتي؟ بص يا دكتور، المشكلة ان كله يمسك الاعصاب من الوسط، كله عشان يكمل في التحليل فبيجامل الاهلي ويجامل الزمالك ويبقى ماشي مع المنتخب زي ما هم عايزين، هو ماشي معاهم، انما ما بيقولوش الحاجات اللي هي مفروض ننهض بالكرة ازاي. يعني كل المحللين الرياضيين بيمسكوا العصا من النص كله، انا مش شايف حد مختلف يعني، انا خالص. شايف. طب انت شايف حد مختلف؟ قول لي. انا بسالك، مفيش حد خالص بيعجبك في التعليم لا، الرياضي هم خالص؟ زي ما بقول لحضرتك بيتكلموا الكلام اللي هو السوقي، اللي هو موجود، اللي الناس عايزاه، اللي الناس خلاص بيرضوا الجمهور يعني، بالظبط كده، بيجاملوهم. المسؤولين في الانديه والجماهير اللي هي قاعده قدام الشاشات. انما يعني الحمد لله مختلف شويه، عشان انا بقول الحاجه اللي انا بشوفها. انت بتقول الاعور انت اعور في عينك. لا، هي الكوره ما فيهاش اعور، انت يعني بتقول الحقيقه. ما معناه فانت مثلا ممكن يعني، انا مثلا بقول جروس مثلا كبير عليه انه يمسك نادي الزمالك، ففي ناس تانية بتزعل. هو في بقى محللين يقول لك ايه، والله النهارده جروس ايه عمل حته التوازن بين الدفاع والهجوم. انا مش شايف لا توازن. طب ما خفتش مره تقول تعليق في حد او في يعني في رئيس نادي، في مدرب، في حاجه وحصل لك موقف او مشكله؟ لو خفت مش هقول. لو حصل مره حاجه، حد ما حدش يقدر. اصل انا بتكلم اللي هو اللي في قلب الحدث يا جاي. يعني انا بجيب اللي في قلب الحدث، اللي انت ما تعرفيش تتكلمي معايا فيه. الحقيقه اللي هي موجوده سواء في التحليل او في الملعب او في المدرب او في اللعيب. فعشان كده انا بجيب الحاجه اللي هي يعني مش اي حد هيتكلم فيها الا لما يكون فاهم قوي وملم قوي ومرت عليه قوي. فعشان كده ما حدش بيطلع يتكلم. ليه؟ لان عارف ان انا صح. وبعدين ان انا ما بهاجمش يا دكتور عشان ان انا مثلا اتشهر، او ان انا مثلا انا الحمد لله، انا وانت اكيد حضرتك عاصرت الكلام ده كي. بانتقال من الزمالك للنادي الاهلي طبعا. خد بتاع حوالي 45 50 يوم كل يوم في الجرايد طبعا. واخد بالك يعني؟ انا مش ناقص الشهره لا، ولغايه دلوقتي يعني رضا عبد العالي يعني الحمد لله والشكر لله. فانا مش انا ما بتكلم، بتكلم للصالح العام. هم بياخدوها بقى ان ده انتقاد. لا، مش انتقاد. ما انا لو ما كنتش، طالما ان انا في موضع مسؤوليه ولو محدش نقضني يبقى انا مش صح. لازم اللي ينتقدني عشان ابدا اصلح عيوبي. ما انا دلوقتي لو محدش قال ان رضا مثلا كذا يبقى انا كده وصلت للاعلى الدرجات وخلاص ومحدش هيقدر. انما لازم يبقى في انتقاد عشان دايما تجدد. الكره كل يوم فيها جديد، الكره كل يوم فيها جديد. ما انا بقول لك عشان كده المدربين بتوعنا اللي موجودين دولت فكرهم من 10 سنين هو بتاع النهارده. عشان كده مش هنتقدم. مع ان الكره اتغيرت خالص كتير دلوقتي. كتير يعني انت دلوقتي حارس المرمى بيبدا الهجمه. كان قبل كده يقول لك اول ما تيجي حارس المرمى شوطها ايده رجله قدامه وابعد الخطوره عن. لا، ده دلوقتي هو اللي بيبدا هجمه وبيعمل يعني. مثلا في ماتش الاسماعيلي الاخير ووادي دجله، محمد عبد المنصف عامل سرو من عنده مودي الراجل الفيرود للجون، جاب جول. ادي حارس المرمى اللي احنا دلوقتي بنقول ايه. لا، اصل لا، الكوره الجديده اللي شفناها من الراجل بتاع وادي دجله هي دي الكوره الحديثه اللي المفروض تبقى في ملاعبنا. فعشان كده انا لما بنتقد، بنتقد من خلال ان احنا عايزين نرتقي بالكوره. بتقول الصراحه حتى لو حد صاحبك او صديقك او عندك معاه مصالح؟ لو مراتي الصراحه في وشه. طب مين شايفه يعني مراتي لو عامله اكل مثلا حلو وحش وجايه تقول لي لها لا الله وحش يا راجل اهو احمد يا ابني بيحصل ولا لا؟ بيحصل. اي نعم، بتاخد شلوطين وقلمين وبتاع، بس ايه، بس برضه بتقول اللي انت نفسك فيه يا ابني.